أساتذة، أنا طبعاً أولاً أشكركم جداً وتشرفت جداً بإني كنت معاكم واستفدت من الملاحظات وتعلمت حاجات كتيرة. كانت لجنة راقية وأسرع لجنة طلعت قرارات في حياتي في اللجان العالمية. بسم الله نعلن الجوائز ونمضي عليها جميعاً. إحنا عندنا ثلاث جوائز أساسية. الجائزة الأولى هي جائزة أحسن فيلم، وبالإجماع تقريباً كان لفيلم المحبوس. كله تمام؟ تمام. أحسن فيلم المحبوس، يعني خليها بالأغلبية ماشي. خلاص هي حسب. لا 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 لا، في فرق. ده لو ما كانش في إجماع كان في عندنا صوتين فرق كل إجماع. نرجع إلى أحسن ممثل. بالإجماع اتفقنا جميعا على إنه حمدان اسمه الأولاني، محمود حمدان، عن فيلم محمود جوه السقوط. حجبنا جائزة أحسن ممثلة ونظرا لأنها أحسن ممثلة العنصر نفسه مش متوفر، هو المتوفر ما كانش في المستوى. نرجع تاني إلى الأخلاق الجوائز المكملة مش التقديرية، لأنه دي جوائز أيضا ذات عناصر أساسية في الأفلام. إدينا جايزة للموسيقى، ذهبت الموسيقى التصويرية إلى مونيكا هانش كده، عن فيلم الرعب المحبوس. جايزة الثانية، جايزة أقوى إخراج متماسك الشاب عبد الرحيم، لا مش عبد الرحيم، إبراهيم صبحي وتحديدا عشان أحدد عن المحبوس. الجائزة الثالثة راحت لأفضل فكرة أو قصة، جائزة أفضل فكرة أحسن لا مش إخراج ولا أفضل فكرة عن أحسن فكرة أوريجينال. بعدين نكتب في التمهيد لوشها لجرعة الموضوع وهفر فيلم ماليش عنوان، الكاتب أحمد عبد القاسم عبد القادر. وأعطينا جائزة تشجيعية للطفل في فيلم ماليش عنوان. اسمه كان عادل. نرجع تحية مالي لب تاني، هنجيب الاسم محمد جابهم محمد عادل. محمد عادل. أساتذة معلش اسمي كان مش طبيعي على رأسي، عشان تسألش عن الدروس. لا قلمها بيكتب. قلمها بيكتب. بيكتب على حرف وتسيب حرف. خدي قلم معايا. هذا قلمي بيكتب. بصي قبل كده. قالوا لي إيه؟ قالوا لي إيه؟ هيشتغل.